قبل ما اتفرج على فيلم باد بويز رايد اور داي، نسبة ترقبي ليه افضل واحد ممكن يعبر عنها هو الليمبي. جبت لك جرجير. الماضي البتاع ده انا بحبوش وبحبكش انت كمان. It's from her mixtape. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد. والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو رابع أجزاء سلسلة باد بويز رايد أور داي. حقيقة أنا شفت الفيلم كله ولغاية دلوقتي مش فاهم إيه علاقة رايد أور داي بالموضوع. أحداثنا بتبتدي مع اتجاه حياة بطلنا مايك لاوري للاستقرار بأنه أخيرا قرر يتجوز. في نفس الوقت بطلنا الآخر ماركوس بيرنات بيمر بأزمة صحية عابرة بتغير منظوره للحياة بالكامل. وفي وسط كل ده بتظهر مفاجأة كبيرة جدا، أدلة جديدة بتثبت أن رئيسهم السابق والمتوفي كابتن هاورد كان فاسد وكان متورط مع عصابات المخدرات المكسيكية. طبعا مايك وماركوس بيرفضوا الفكرة دي تماما، خصوصا لما بيستقبلوا رسالة من العالم الآخر. وعشان مايك يقدر يحل لغز التوريطة دي بيلجأ لمساعدة طرف جديد، ابنه أرماندو اللي ظهر في الجزء السابق واللي عنده صلاته بعالم الجريمة المكسيكي. وبمجرد تشكيل الفريق الجديد ده الاتهامات بتطلهم هم كمان، وبيصبحوا في سباق مع الزمن عشان يبرئوا اسمهم واسم رئيسهم المتوفي. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ زي ما قلت في البداية كده انا ما كنتش متحمس قوي للجزء ده، والاسباب كتير، واولها ان انا ما عجبنيش قوي الجزء السابق، وما توقعتش ان هيحصل تغيير كبير في الجزء ده لانه من اخراج نفس الثنائي بلجيكي الجنسية مغربي الاصل عادل العربي وبلال فلاح. نضيف لده سمعة وشعبية ويل سميث اللي تلوثوا تماما، لان ما بين الجزء الثالث باد بويز فور لايف والجزء الرابع رايد اور داي حصلت فضيحة قلم الاوسكار الشهير، وده كله بالاضافة لان الاستقبال النقدي للجزء الرابع أسوأ نسبيا من الاستقبال النقدي للجزء الثالث. وإن كان الاستقبال النقدي للسلسلة دي كلها الحقيقة مش مفروض يتحسب قوي، لأن الفيلم الأول والأفضل اللي أطلق الرحلة دي كلها تقييمه النقدي أصلا مش كويس. بس زي ما بقول لكم دايما أنا باخد الحاجات دي مؤشر، مش عشان أقرر إذا كان فيلم معين حلو أو وحش، بس عشان أفهم شوية هو بينتمي لأنهي عالم بالضبط، وهو أحسن شوية أو أسوأ شوية من أنهي فيلم داخل هذا العالم. على الرغم بقى من كل ده الفيلم كسبني بشكل كبير في أول 5 دقايق فقط بتلافي عيب كبير ضايقني جدا في الجزء السابق. العيب ده كان المسافة الواسعة جدا ما بين النغمات الجادة والنغمات الكوميدية. فيلم باد بويز فور لايف الجانب الجاد فيه كان يرتقي لمكانة الأساطير اليونانية، بينما الكوميديا اللي فيه كانت في أقصى درجات الكرنج ومعتمدة بالكامل على صراع الأجيال ما بين مايك وماركوس وتفكيرهم الكلاسيكي جدا وأعضاء فريق آمو المتطورين اللي ظهروا في الجزء السابق. كل محاولة كوميدية في الجزء ده كانت عاملة زي المطب المفاجئ، وأغلبها لو تقدم لي بشكل منفرد كده ما كانش هيضحكني. تجنب المشكلة ديت مبكرا في أحداث الفيلم حيد عدائيتي بشكل كبير. على الجانب الجاد الحبكة بتاعتنا كانت بسيطة جدا، ما فيهاش تعقيدات كبيرة وما فيهاش تلاعبات كبيرة في ماضي الشخصيات، وبكل تأكيد داخل إطار عالم باد بويز ما فيهاش حاجة صعبة تتصدق. أما الكوميديا فهي كمان رجعت لشكلها اللي احنا كنا بنحبه، برضو بدون أي تعقيدات. مايك لاوري ومارك ماركوس بيرنات، ويل سميث بأدواته الكوميدية الكلاسيكية جدا، ومارتن لورنس بأدواته الكوميدية الكلاسيكية جدا. التضارب والتفاوت والتناسق والتنافر اللي ما بين الشخصيتين، والأمور في النص الأول من الفيلم فضلت تتطور من جيد لأحسن. إيقاع مناسب جدا وغير مزعج على الإطلاق، عدد معقول ومتزن لمشاهد الأكشن، أفكار جيدة في التصميم، أفكار مترقعة في التصوير، وتعدد وتنوع في الأبطال والأطراف. مشهد الأكشن المفضل بالنسبة لي في النص الأول من الفيلم كان بيدور داخل سجن وما كانش فيه لا ويل سميث ولا مارتن لورنس، وكان متميز جدا على مستوى الافكار ومتميز جدا على مستوى التنفيذ. من النص الاول من الفيلم ظهر الاعتماد على طريقه تصوير قائمه على الكلوز ابس ولكن متحركه، عايز اسميها كلوز ابس ديناميكيه، ده اللي حسيته وانا بتفرج، ودي ما تمش اعتمادها في الاكشن بس، ده حتى في الكوميدي. واللي ساعد على تالق التقنيات دي هو ان بطلنا كانوا في اقصى درجات الحيويه، زي ما يكونوا هم نفسهم مبسوطين بالالعاب الجديده اللي هم بيلعبوا بيها. حقيقي يا جماعة مش هكون ببالغ لو قلت ان انا شخصيا ما شفتش ولا مشكلة في النص الاول من الفيلم، يعني عاوز اقول ان هو كان نص اول مثالي داخل حدود سقف باد بويز.
بداية النص التاني من الفيلم بقى، واللي سهل علينا جدا في مصر نتعرف عليها لانها بتيجي بعد البريك مباشرة، الحقيقة دمها كان تقيل قوي. الكوميديا بتاعتها ما كانتش موافقة، واستدعينا فيها روح الكرنج بتاعت الجزء السابق، وزقناها ابعد بكتير من الحدود المتزنة اللي كانت معانا في النص الاول من الاحداث. كمان ظهر معانا ضيفين شرف او ضيفين عار في ظهر بعض، الحقيقة حاجة في منتهى السخافة. وحقيقي ده موضوع ملوش علاقة بقد ايه انا من الاساس كارههم، دليل على احترافيتي الشديدة هو اني ما عنديش اي حاجة اقولها على ويل سميث في الفيلم ده غير الاشادة، رغم اني مش طايقه. بس بصراحة كتر خير الفيلم ان هو لزقهم في بعض وخلصنا منهم بسرعة، وسريعا تخلينا عن النغمة الكوميدية ديت ورجعنا تاني لتسلسلات اكشن متتالية، ومرة اخرى عدد كبير من الافكار الجديدة وعدد كبير من التقنيات المتطورة، متطورة عن اللي تم تقديمه في النص الاول اصلا. حتى الكلوز ابس الديناميكية اللي كنت بتكلم عنها ديت ظهر لها منظورين، فوهي مركزة على ابطالنا كانت بتساعدنا جدا في التعرف على احساسهم، وهي مركزة على اللي ابطالنا كانوا بيختبروه كانت عاملة زي تجربة الفيرست بيرسون شوتينج. اظن انتوا شفتوا لقطات من كواليس تصوير الفيلم وشفتوا الحاجات دي اتنفذت ازاي، والحقيقة انا منبهر بيها ومنبهر باخلاص الممثلين في استخدامها. حتى محاولات التعدد والتنوع في ابطال مشاهد الاكشن استمرت معانا. افضل مشهد اكشن في النص التاني من الفيلم بطل وشخصية قديمة شوية معانا من الاحداث، ولكنها ابدا ما تقدمتش في اطار من الاكشن. ده برضو مشهد بطلنا تقريبا مش موجودين فيه، او ممكن نقول ان دورهم كان مقتصر على حدود الاستوديو التحليلي. الحبكة بتاعتنا استمرت في التطور بدرجة احكام مقبولة جدا، وباستعانة ذكية بعناصر كتير تم تقديمها في بداية الفيلم، وبابتعاد مقبول كذلك عن اي حاجة تم تقديمها في الاجزاء السابقة. طبعا تجربة الاستمتاع بالفيلم تكتمل بمشاهدة كل الافلام السابقة، ولكن لو حد عارف ابعاد العالم ده وابعاد الابطال بتوعنا ممكن يرشق في الفيلم ده على طول ويفهم كل حاجة فيه. وبدون اي زهق او كلل او ملل وصلنا لنهاية الفيلم، اللي برضو كانت حلوة جدا على مستوى الاكشن، متحفظة بشكل كبير على مستوى التحديات الجسدية، ومدخلتش نفسها في اي تعقيدات اكبر من اللازم. انا كواحد داخل يستمتع باكشن كوميدي ممكن يعوز ايه اكتر من كده؟ الفيلم ده ممكن يشكل عودة كبيرة لويل سميث، لانه فعلا استعاد الكثير من قبوله، ودرجة نشاطه ودرجة اخلاصه في الكوميديا كانوا جيدين جدا. مارتن لورنس على الجانب الاخر انا عاوز اقول اني حسيت انه صغر بجد. انا في الجزء السابق كنت حاسس انه متنوم مغناطيسيا، ودي من الحاجات اللي كانت قفلاني من فكرة الجزء الرابع، اللي هو يا جماعه ارحموا الراجل بقى ما بقاش قادر. لا، المره دي انا مش عارف هو عمل ايه في نفسه او مين عمل فيه ايه، ولكن اللي اتعمل ده اشتغل. ريا سي هورن اللي احنا عارفينها من بيتر كول سول موجوده معانا في الفيلم، دورها جيد ومؤثر ولكنه مش رئيسي قوي، بيشكل ضلع جانبي كده للحبكه ولكنه كان مفيد. اللي حقيقي كان ممكن يتحسن بشكل كبير هو جانب الشر، مش لانه كان فيه مشاكل، هو الحقيقه تشكيله كان جيد جدا، بس شريرنا الرئيسي ملوش حضور كبير، وانا شايف ان ده شيء مهم جدا في اي جزء مستقبلي محتمل. انك لو حطيت ورا جانب الشر اسم كبير ده ممكن يكون مفيد جدا للفيلم. Bad Boys Ride or Die الجزء الرابع في سلسلة أفلام Bad Boys جيد جدا، وبكل تأكيد في تقديري الشخصي أفضل من الجزء السابق، وتأكيد مطمئن جدا ليا أنا شخصيا إني ما تغيرتش. بصراحة يا جماعة أنا كنت بدأت أقلق من إن ترددي على المهرجانات هيغيرني، خصوصا وإني لما رجعت من كان شفت عدد من الأفلام والمسلسلات اللي ما عجبتنيش إطلاقا، فقلت في إيه يا عم أنت هتتغير علينا وتتنطط ولا إيه؟ عشان كده تحسوا إن أنا شخصيا سعيد إني عجبني Bad Boys. ويل سميث جيد جدا، مارتن لورنس جيد جدا، فريق الاخراج بتاعنا غير في نفسه وطور في نفسه واخد مخاطرات جديده، الشخصيات المسانده ليها تاثير كبير وموفق جدا وبالتحديد في مشاهد الاكشن. لذلك تقييم الفيلم Bad Boys Ride or Die هو 8/10. بصوا انا الصراحه قعدت محتار لفتره طويله ما بين 7.5 و8، بس انا حسيت ان التصريح الاقوى من جانبي هو 8/10. مناقشه الحلقه، ايه موقفكم الحالي من ويل سميث؟ هل كنتوا قافشين عليه وبعدين صلحتوه، كنتوا قافشين عليه ولسه قافشين عليه، ولا اصلا ما كنتوش قفشتوا عليه من البدايه؟ يا ريت تساهموا برايكم في الكومنتس. الف شكر لحضراتكم على المشاهده، يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقه لو عجبتكم، اشتركوا في القناه وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول، تابعوني على فيسبوك وتيك توك وانستغرام واكس، وباي باي.